اهلا بحضراتكم من جديد، والترند الاولمبي بعد فوز منتخبنا النهارده والتاهل لدور الثمانيه. طيب النهارده في تصريحات مهمه جدا للكابتن شوقي غريب عاقب المباراه مباشره. الكابتن شوقي قال انه لعب مباراه استراليا بنفس الطريقه اللي لعب بيها بطوله افريقيا اللي فازت بيها مصر خلال الفتره الماضيه. انا قلت الكلام ده امبارح، افرض اسلوبك على اللعيبه هتفرض اسلوبك على المنتخب اللي هتواجهه، العب بطريقتك العب باسلوبك. النهارده الكابتن شوقي قال لعبت بنفس الطريقه اللي لعبت بيها في الدوره الاولمبيه او دوره المنتخبات الافريقيه في مصر لاهلي دوره طوكيو، وانت لعبت فيها مباراه مميزه جدا بالتالي كسبت النهارده. قال كمان الكابتن شوقي ان تواجد الشناوي والونش وحجازي اعطى الفريق قوه دفع كبيره وقوه كبيره، وده ظهر النهارده اكتر في مباراه استراليا. قال كان علي المغامره في مباراه اليوم دون الافراط في المباريات الثلاث، قمت بتغيير الخط الامامي بالكامل، لذلك الفريق النهارده ظهر بالشكل المطلوب امام استراليا. قال كمان انه استغل عمار حمدي بشكل جيد بعد نزوله في الدقيقه 61 بديلا لصلاح محسن، وعمار حمدي احرز الهدف الثاني في متابعه رائعه قتل الجيم وقتل المباراه واكد تاهل المنتخب الاولمبي. الشناوي كمان الحارس العظيم اللي الكل بيتكلم عليه وبيشيد بيه ودوره المهم جدا مع منتخبنا الاولمبي، حارس مرمى مصر والنادي الاهلي، قال الشناوي ان الفريق قدم مباراه قويه امام اسبانيا في الجوله الاولى، وفي الجوله الثانيه كنا افضل من الارجنتين لكن الحظ ما كانش حالفنا. قال كمان واضاف الشناوي كان يجب ان نفوز على استراليا في الجوله الاخيره للتاهل للدور الثاني، ان شاء الله هنستعد جيدا للمنتخب البرازيلي قبل المباراه المقرر اقامتها يوم السبت المقبل. ان شاء الله المباراه هتكون يوم السبت الساعه 12 الظهر بتوقيت القاهره، الساعه 7 مساء بتوقيت اليابان. اكرم توفيق بقى اللاعب نقدر نقول قلب الاسد، قلب اسد وسط ملعب وظهير ايمن نادي الاهلي ومنتخبنا الاولمبي، هاجم اكرم توفيق البعض النهارده اللي حاول يقلل من قيمه المنتخب طبعا نتيجه الاداء والنتائج اللي كانت في المباراتين السابقتين. قال احنا يا جماعه مش منتخب ضعيف، احنا من اقوى منتخبات البطوله، الفوز في مباراه اليوم هيدينا الثقه قبل مباراه البرازيل. هي الفكره يا اكرم، انت بتلعب وبتجتهد والناس كلها بتشيد بيك، ممكن نتيجه في النهايه ما تسعدش الكل او ما تسعدش البعض فيقول لك النتيجه مش كويسه فما ينفعش، ده مش اداء منتخبنا الاولمبي. الناس بتقيم يا جماعه طبقا للنتيجه، بس في نفس الوقت في لعيبه ممكن تلعب مباريات كبيره جدا والمنتخب يخسر بس بتشيد ببعض اللعيبه. انا ممكن اللعيبه غصب عنها بتقرا وبتشوف السوشيال ميديا، لكن ركز ركز يا اكرم في المباريات اللي جايه، وزي ما انت كنت بتركز مع الاهلي ما كنتش بتلعب فتره طويله جدا بس لما خدت ولعبت مش عايز اقول لك جمهور الاهلي واقف في ظهرك ازاي وبيساندك ازاي، فاهم حاجه تركز في المرحله الجايه يا اكرم. والسوشيال ميديا نتمنى برضو اللي هي الفتره الجايه تبقى واقفه في ظهر اللعيبه، لان ده من ضمن الامور اللي كانت سلبيه في بعض الفترات مع لاعبي النادي الاهلي. طيب دي تصريحات الكابتن شوقي ومحمد الشناوي واكرم توفيق. طيب السوشيال ميديا بقى، السوشيال ميديا كتبت النهارده ايه عن المنتخب بعد التاهل لمرحله الدور الثمانيه، بعد الفوز والتاهل لمرحله دور الثمانيه. والسوشيال ميديا اكيد النهارده كان في كلام كتير جدا والصفحات كلها كان ترند النهارده الكلام على منتخبنا الاولمبي. نبدا مع بعض اول حاجه من خلال صفحات السوشيال ميديا، صفحه يلا كوره اتكلمت، دي صفحه يلا كوره على الفيسبوك، كتبوا ان الشناوي بيقدم دروس لكل الحراس في طوكيو 2020. انا ابن مصر، انا ضد الكسر، الشناوي بيقدم دروس لكل الحراس في طوكيو 2020. طيب لسه كمان مع الحساب الرسمي ليلا كوره على الفيسبوك واللي قالوا ان الشناوي عندما يكون الحارس نصف الفريق، وقدامكم اربع لقطات لتصدياته النهارده في مباراه استراليا. كمان مع الحساب مع الوطن الرياضي بيتكلموا على ان اكرم توفيق اكثر من استخلص الكره في مباراه مصر واستراليا، قلب الاسد. والله ما كنت لسه شفت الصوره، بس هو ما حدش يطلق على اكرم توفيق الا قلب الاسد، اداء ورجوله وقوه، لعيب يعني ربنا يحميه ان شاء الله. لسه مع صفحات السوشيال ميديا، وايضا كمان صفحه محمد النني نجم منتخبنا الوطني وابرز المحترفين في ارسنال، كاتب الف مبروك صعود ابطال منتخب مصر الاولمبي، بالتوفيق يا رجاله في الماتش القادم باذن الله، وصوره جماعيه لكل لاعبي منتخبنا الاولمبي. حساب فيفا بالعربي، الحساب الرسمي للاتحاد الدولي فيفا، مسابقه كره القدم الاولمبيه للرجال، المنتخب المصري يفوز 2-0 على استراليا ويتاهل الى الدور ربع النهائي، الف مبروك للفراعنه. طيب لسه مكملين مع بعض برضو، وصفحه في الجول، منتخب مصر سيواجه البرازيل في دور الثمانيه يوم السبت المقبل في تمام الساعه 12 الظهر بتوقيت القاهره، منتخبنا كان قد واجه السامبا في 17 نوفمبر 2020 في استاد القاهره وكانت مباراه وديه وانتهت بفوز الفراعنه بهدفين لهدف. طيب دي كانت اخر حاجه متعلقه النهارده معانا بالنسبه للترند الاولمبي. طيب بنتكلم برضو كمان، واحنا بنتكلم على الكوره كان في انجاز النهارده بالنسبه لكره اليد، من انجاز كره القدم لانجاز كره اليد.
النهارده منتخبنا الاولمبي لكره اليد قدامنا بعض اللقطات حتى النهارده من مباراه مصر واليابان اللي اقيمت الساعه 7:15 صباح اليوم. مصر عملت مباراه كبيره امام اليابان، كسبت 33-29 وده الانتصار الثاني. مصر عندها 4 نقاط بعد الفوز على البرتغال، الفوز على اليابان، الخساره المتوقعه مع منتخب الدنمارك. عندنا المباراه القادمه مع السويد مهم جدا المكسب، لان ده المباراه اللي هتحدد مين ثاني او ثالث المجموعه خلف الدنمارك. لسه المباراه الاخيره هتكون مع منتخب البحريني. حاليا الدنمارك في الصداره ب6 نقاط، السويد 6 نقاط، مصر 4 نقاط، وان شاء الله باذن الله الفتره الجايه كلنا ثقه في منتخب كره اليد يقدر يعمل نتيجه ان شاء الله تسعدنا خلال الفتره اللي جايه. طيب جدول منافسات اليوم السادس من اولمبياد طوكيو في مباريات الغد ان شاء الله. طيب الشراع عندنا نجمنا المصري علي بدوي بكره ان شاء الله عنده مباراه الساعه 7:05 في الشراع. ايضا كمان في الشراع خلود منسي هتلعب الساعه 7:15 صباحا. في التجديف نصف النهائي عبد الخالق البنا وصل لتجديف في نصف النهائي هيلعب 7:10، ربنا يكرمه ان شاء الله ويقدر يحقق ميداليه بعد الفوز، او لا قدر الله يقدر يلعب على الميداليه البرونزيه. في الجودو في وزن 100 كيلو جرام رمضان درويش هيلعب الساعه 6 صباحا. في الملاكمه وزن 91 كيلو جرام يسري رزق هيلعب الساعه 2:10 ظهر الغد. في السباحه 100 متر فراشه يوسف رمضان هيلعب الساعه 3:10 عصر الغد. في الرماية ماجي العشماوي هتلعب الساعة 4 فجر الغد. وفي الرماية أيضا عبد العزيز زمحلبة وأحمد زاهر هيلعبوا الساعة 5:10 فجر الغد. وفي السلاح فريق السيدات هيلعب الساعة 5:30 فجر الغد. إن شاء الله نتمنى التوفيق رب لبعثة مصر في أولمبياد طوكيو. لسه الأيام اللي جاية إن شاء الله كلنا متفائلين بميداليات وأرقام قياسية تشرف الرياضة المصرية وسط محفل عالمي كبير جدا. أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونشوف بقى ازاي كيف يستعد الاهلي لمباراه اسوان.